هي حبسة. هذا النوع من الأسماك بفضل المغاور، لذلك من الطبيعي أن نشوفها بهذا المكان. دون سراغيث، حجمهم صغير بصوب الصيد، ويمكن لأنه هم موجودين بمنطقة قليلة العمق. البوري يعيش في الماء الحلوة بالبحر، وبيكون بشكل كبير في المناطق البحرية اللي فيها بعض الينابيع تحت الماء. برافو. كمان من الأسماك اللي بتفضل المناطق البحرية اللي قريبة من ينابيع المياه العذبة. البحر المتوسط هو بحر شبه مغلق، يحيط فيه البحر الأسود والبحر الأحمر والمحيط الأطلنطي. المنافس فيه لباقي مياه الكرة الأرضية تقتصر على مضيق جبل طارق وقناة السويس. عبر الزمن الجيولوجي، بعد تقلص محيط التيتس بنهاية النيوجين، تشكل عنا البحر المتوسط. لهيك العديد من الأسماك تطورت فيه باعتباره بحر شبه معزول. من هالأسماك المنوري، الحداد، أبو مقص، كربال، حبشة، عريسة، ليريتا، زرباية، سلاريتا بافو، مرمور، جيجة، شبار، سرغوس، قريدة، واللائحة طويلة. سمكة جولد فيش هي من أنواع أسماك سلطان إبراهيم، لكن هالسمكة تحديدا كانت موجودة بالبحر الأحمر وانتقلت عبر قناة السويس لتكون هون. هي مياه البحر المتوسط ولكن مع أسماك من البحر الأحمر، واللائحة كمان طويلة. نذكر منها الغريبة جولد فيش، سبوتد هيرينج، إيل كاتفيش، فلافي ماكولوس، غير ثانية، بالون أزرق، سوري، أسد، كاردينال فيش. كمان فينا نشوف قنفس البحر، أنواع من البحر، السرطانات والرخويات. الأنواع اللي دخلت من البحر الأحمر هي أقوى وأكثر قدرة على البقاء من الأنواع الموجودة بالبحر المتوسط. هالشيء أدى إلى أنه الأنواع الدخيلة من البحر الأحمر قدرت تبقى أكثر وصير عندها فرصة للبقاء أكثر من الأنواع الموجودة بالبحر المتوسط. وهيك تحول البحر المتوسط إلى بحر أحمر ثاني. هالشيء موجود مو بس عند الكائنات الحية الأخرى، موجود عندنا نحن البشر. لما وصل الإنسان الأوروبي إلى قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية، اللي صار إنه الإنسان الأوروبي قدر يفرض وجوده ويبقى على حساب الإنسان اللي كان موجود هناك. وهيك تحولت أمريكا الشمالية إلى أوروبا ثانية. ويمكن بشكل من الأشكال أمريكا الجنوبية
تحولت إلى أفريقيا. ثانيا، الماضي قبل ما يتطور الإنسان يصير قادر على الصيد وحتى قادر على تغيير ديموغرافية المكان، كان البحر الأبيض المتوسط أغنى بحار العالم، كانت الأسماك اللي فيه هي اللي جذبت الإنسان لحتى يطور هذا البحر. بالمقارنة مع البحار الأخرى، أسماك البحر الأبيض المتوسط هي الأكثر طلباً. للأسف ازدياد النشاط السكاني بالبحر الأبيض المتوسط أدى إلى نقص كبير في هذه الأسماك. تلافى مع دخول أسماك أو كائنات بحرية كثيرة عبر قناة السويس. رح نفترض أنه منفذ قناة السويس فتح بذاته، أي أن الطبيعة هي التي فتحته. هذا طبيعي أنه بعد ما تدخل كائنات من بيئة لبيئة يصير في هذا الصدام اللي ممكن يتطور بالأخير بآخر المراحل يصير تعايش، ولكن بالمراحل الأولى رح تنفرد أنواع كثيرة ورح تظهر وتتطور أنواع ثانية. للأسف مرة أخرى التغيرات المناخية، التغيرات المناخية اللي بسبب الإنسان، اللي سبب فيها الإنسان، كمان إلى دور كبير بالكارثة اللي عم تصيب البحر الأبيض المتوسط.